أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي أهمية الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المشتركة. جاء ذلك خلال لقاء سموه بفرق العمل المشتركة لحكومة دبي، حيث اطلع على مختلف المراحل التي يمر بها المتعاملون من خلال القنوات المتعددة لتقديم الخدمة الحكومية وخطط العمل التي من شأنها تعزيز التكامل وتسريع وتيرة التحول الذكي في الإمارة. وأكد سمو نائب حاكم دبي خلال اللقاء على ضرورة تعاون وتضافر جهود الجهات الحكومية المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم نموذج عمل جديد يدعم خدمات المستقبل، قائلا سموه: نعمل معا لاستحداث فرص جديدة وتقديم نموذج عمل مستقبلي للخدمات الحكومية، واضعين نصب أعيننا احتياجات العاملين الآنية والمستقبلية. وأضاف سموه: إن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا جذريا في آليات ونماذج عمل الخدمات الحكومية، بما يتيح اكتشاف الفرص ودراسة الخيارات والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية لجعل تجربة المتعامل مبسطة ومتكاملة في الحصول على الخدمة المتميزة. كما أشاد سمو نائب حاكم دبي بفرق عمل حكومة دبي ومستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين. واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح مفصل حول تطوير وتسهيل الإجراءات التي يمر بها المتعاملون منذ بداية طلب الخدمة وحتى الحصول عليها، حيث وجه بضرورة العمل على تقديم خدمات بمواصفات ومعايير تعزز تنافسية الإمارة سواء في مراكز الخدمة أو عبر التطبيقات الذكية، مؤكدا سموه أن حكومة دبي تمتلك الكوادر المؤهلة القادرة على خلق نماذج عمل تعزز تنافسيتنا وريادتنا.